مسحراتي يا الطبلة باقي. يلي صاحيين في البيوت، يلي كاشفين المكان، يلي واعيين للزمان، استعدوا للسحور، استعدوا للصيام، واسمعوا مني الكلام. مسحراتي يحلى وجوده في شهر رمضان. حلقتنا اليوم حلقة مع المسحراتي، فكونوا معنا في شهر. مسحراتي منهم باقي لباقي. مسحراتي في الليل ينادي، اصحى يا نايم وحد الدايم، رمضان كريم. اليوم بالليل مسحراتي معنا، له 55 سنة بيسحر الناس في غزة. أبو أشرف كل عام وأنت بخير. كل صحة وسلامة. أبو أشرف يعني كم سنة إلك بتسحر الناس؟ إلي 55 سنة. سنوات طويلة وتاريخ طويل. آه. يعني شفت فيهم ناس يعني أشكال وألوان. ناس أشكال وألوان وناس محترمين يعني بيطلعوا بقدروا المسحرات وبعزوه يعني ناس محترمين يعني. من وين لوين كنت انت بتسحر؟ من وين؟ انا بصل طرمبة بتعبيد لحد المنصورة من اول لاخرها. وانت بتنادي وبتسحر؟ اه بنادي وبتسحر الناس. اي نعم. شو بتقول وانت بتسحر؟ القبر يقول للنبي انا استنى يا زين، كامل مكمل له شمع على الخدين، يا بختي من راح وزارك يا كحيل العين، تشتد فيه الفرح لو كانت حموله دي، وحياتي طيبة وزمزم والحرم والبيت، يا بختي من راح وزارك يا كحيل العين، تشتد فيه الفرح لو كانت حموله دي. حاضرين كلكم على النبي صلوا، لولا النبي لنبنى جامع ولا صلوا، حاضرين كلكم قولوا معي دستور، بلد سكنها النبي صبحة تشلع نور، احجارها من ذهب بوادي سهاب النور، سواقها المصطفى يزقي بنات الحور، يا مصطفى من غرامك للبنا من ليل، ساعة بصلي وساعة بمدحك يا زي، يا رايحين عالنبي خدوا معاكم هجم الهدار، زودوا له العليقة كرامة للنبي المختار. اللهم صل على سيدنا محمد، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد بهالليالي الكريمة. والناس بتسمعك وانت ماشي، يعني شيء جميل وصوت حلو وجهوري جدا. زمان كانت تطور التكنولوجي يعني مش حاضر مثل اليوم. اليوم في مآذن مكبرات صوت وسيارات بتمشي بالشوارع وبتنادي. يعني وصف لي قديش بيعطي طعم لرمضان بوجود المسحر والمكبرات، في اختلاف بين الاثنين؟ هذا المكبرات زمان مو في الشارع، في الشوارع يعني بمسحها زمان وبتم ماشي بالسيارة يعني زمان يعني بقفش يعني. اما هذا اللي بطبل بقف بينادي يا فلان، اصحى يا نايم اصحى يا قاعد. اما الغالب بتلاقيه هو ماشي بدري السياره، ما زي اللي بقف هنا وبقف هنا وبقف هنا وبقف هنا. يمكن بيعطي كمان حب بين الناس انه في مسحراتي بيطلع بينادي بيقولوا قوموا اصحوا وسحروا، غير انه المكبرات ممكن تكون مزعجه شوي، صح؟ صحيح. شو بتقول وانت بتسحر؟ سلامات يلي لياليهم جمعكم عيدي، لمن أراكم يا عيني زول الهم وتنكيدي، قلتم فرود يا عين وانتم سنة الكبرى، عيني على سليمان بالمدم عيدي، يسبد يا عين أولد على مالك يوم القيامة يا عين، لا ينفعك ولدك ولا مالك.
محشوبش على رجال يوم الحرب ما ولوا فرشوا سداديجهم على الموج من بلوا في أول الليل حلوا شعورهم حلوا وفي آخر الليل في حرم النبي صلوا. يعطيك العافية. بين مسحراتي زمان ومسحراتي اليوم طقوس متشابهة، وبضل بعض الفوارق اللي حدثت بسبب الزمان والتاريخ المتباعد. رح نعرف هاي الفوارق من خلال أبو كرم. يعطيك العافية، كل عام بخير. أنت بصحة وسلام. أبو كرم، شو الفوارق بين مسحراتي زمان ومسحراتي اليوم؟ مسحراتي زمان طبعاً اختلف، الوضع اختلف، الظروف اختلفت. مسحراتي كان زمان الطبلة تبعته فخار، مش زي اليوم طبعاً ألمنيوم. فخار مش ألمنيوم، والناس كانت زمان قلوبها بعض. طبعاً في لليوم ضايل منها الطقوس هذه، بس قلت طبعاً مع مرور الوقت واختلاف الأوضاع. ليش يعني اختلفت هالقد؟ بما أنه كان والدك، يعني على حسب ما خبرتني أنه هو كان مسحراتي قديم. الظروف كانت الحروب اللي مرت على البلد، الأوضاع البلد، الظروف المادية، يعني الناس متأثرة لسه حزينة، برغم أنه شهر رمضان شهر الخير والبركة، وبنحاول قدر المستطاع أنه نتفاعل. كيف تفاعل الناس معك لما بتطلع وبتسحرهم؟ في مش زي الأول طبعاً، في تفاعل بس مش زي الأول، اختلفت يعني. شو بقولوا لك مثلا اللي بسمعوك يعني وانت بتنادي وبتسحر اي حدا بسمعك؟ ما في ناس بتوقفني، بتطلع اولادها تقف معايا، بطبل لهم، هم واقفين معايا الاولاد خليهم يطبلوا. يعني كيف بتكون سعادتهم واضحه؟ طبعا اكيد فرحه شديده. كانت مسحراتي جزء لا يتجزا من شهر رمضان المبارك اكيد. والطقس ما فيش مجال منه، يعني بخلاش رمضان من المسحرات اكيد. في طفولتك انت كنت تخرج مع والدك وتسحر الناس، احكي لي موقف من المواقف اللي حصلت معك وانت طفل صغير لما كنت تطلع وتسحر. انا كنت مره من المرات طالع انا ووالدي، طبعا الطفل الصغير مفهوم ايش فرحته يعني، فلوس وما هيك شغلات يعني، هديه لعبه حاجه. طب مره طالع مع والدي الله يرحمه، فوقفنا راجل طيب الناس وقفنا واعطاني هديه، فانت انبسطت طبعا، ضلت في بالي لليوم. حلو كثير، يعني هي ضلت من كم سنة ولكن ضلت بالذاكرة. بيجي من 15 سنة هذا الحكي. 15 سنة يعني عمر طويل. خلال جولتك بين الحارات وبين الناس، وطبعا بيكون الليل ساكن والساعة 3 بالليل بسحر الناس، شو صار موقف معك انه انت مثلا تأخرت عن السحور؟ مرة من المرات صحيح أنا تأخرت، طلعت تقريبا بعد نص ساعة عن الميعاد، أخرت ما رضيتش أتسحر عشان ألحق أسحر الناس. والشباب في المنطقة اشتغلوا علي أني جاي متأخر عن ميعادي، وقفوني يعني افتقدوك يعني؟ يزوموا الخير وقفوني وقعدوا وسحروا معايا وسحروني معاهم وكملوا. لما بدك تفوت حارة شو بتبدأ؟ طبعا في المديح اللي سمعته، المديح النبوي. سمعنا. يا رايحين للنبي خذوا معكم جمل هالدار، وزودوا للعليقة كرامة للنبي المختار، على باب دار السلامة برخ الجمل واختار، وابو حلاوة ينادي كل دار الدار، من كان شفيع المصطفى لا يمس جسد نار، يا غافل اذكر الله، يا عباد الله وحدوا الله، اصحى يا نايم وحد الدايم. أبو كرم، طبعاً صرنا هلأ متواجدين في البيت والسحور جاهز لحتى نسحر، لكن أنا حابة تذكر لي قديش في اختلاف بين المسحراتية لما بيطلعوا بيسحروا بالليل؟ اختلاف كبير جداً. كيف يعني؟ يعني كل واحد له بيت تختلف عن الثاني، يعني نادر لما تلاقي اثنين بيحكوا نفس الكلام، صدف صدف. يعني أنا ماشي من عهد أبويا من عهد المصريين على نفسه، بس بسمع في واحد بسمعه
ايش بقول؟ قوموا يلي ما بتدوموا، قوموا لسحوركم رمضان جاي يزوركم. في ناس بتزعق اسامي، في مش كل واحد يعني، كل واحد بيختلف عن الثاني. صحيح، اختلاف كليا. الطريقة اللي هو بيسحب هو على حسب ما هو ممشي عليها من البداية. مثل المسحراتية في فلسطين بيختلفوا عن سوريا، عن مصر. عن مصر، صحيح، عن البلد العربية. صحيح كليا. نادر يعني لما تلاقي ثاني بيحكوا نفس الكلام. هلا ابو كرامه بقى انت بترجع على البيت، يعني بتلاقي زوجتك بتنطرك لحتى تتسحر معها؟ مش دائما، اوقات بتسحر قبل ما اطلع من البيت وعشان الحق، واوقات بطلع انا بدري قبل ما اطلع بمعادي نص ساعه بساعه بطلع بدري عشان ارجع اتسحر انا وعيالي. يعني مش دائما بتسحر في الدار، ومش دائما حسب يعني. مش دائما يعني بتسحر قبل ما اطلع سحر، واوقات بعد ما اروح اتسحر. مش دائما، حسب الوقت يعني. طيب احنا راح نبلش نسحر حتى انه مش ضايل وقت كتير. تفضل. زيد فضلك. باجي لبيت عندهم وبعلى صوتي بقول لهم اصحوا بقى يا نايمين. وانا صنعتي مسحراتي في البلد جوال، لفيت امشي انادي ليالي طوال، وكل شبره حتى من بلدي حتى من موال، تمر مي تكفو الحي. مسحراتي وبلدي حلوة وبقولها بنوة تعزفها لكن بناي حزين. مسحراتي بحب فيها كل اللي فيها وبحب ناسها الطيبين. مسحراتي